اللي في الصورة قدامنا ده طفل فلسطيني من سكان قطاع غزة اسمه عبد الله كحيل. عبد الله واحد من آلاف الأطفال اللي بيتعرضوا حالياً للإبادة الجماعية من جيش الاحتلال الصهيوني. عبد الله حكايته ما تختلفش كتير عن غيره من أطفال غزة اللي بيعيشوا دلوقتي مأساة حقيقية. بس حكاية عبد الله بدأت لما انتشر لي فيديو على السوشيال ميديا وهو بيستنجد بمصر وبيقول كلموا المصريين يخلوني أمشي. مع المصريين واحكوا أي شيء، إيش في عمي؟ أنا رجلي صار على رجلي، هاي كل شيء 100%، ليش صار على رجلي؟ عملوا لي عظم، كل شيء، خلينا أمشي لأكل الجبل. وده بعد ما اتصاب بشظايا في قدمه نتيجة القصف الصهيوني الوحشي على بيته، وعبد الله بقى مهدد ببتر قدمه لأن إصابته كانت خطيرة جدا. عظمة الفخذ عند عبد الله مكسورة وجسمه فيه جروح قطعية خطيرة، وده بالإضافة لأن جزء من جلده ما بقاش موجود. عبد الله كان رافض إنه يتم بتر رجله. كل براءة الأطفال وثقتهم في مصر وشعبها وقيادتها، قال في الفيديو اللي أثر في كل اللي شافه، بطلب من المصريين معالجة رجلي. ليه بتقطعوها؟ خلوني أمشي. ثقة عبد الله كانت في محلها. حصل تدخل سريع من الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي امر بسرعه نقل الطفل لمصر وانقاذه وتوفير كل سبل الرعايه الطبيه ليه. والحقيقه ان مش بس عبد الله لوحده اللي الفيديو بتاعه عن مصر انتشر وتصدر الترند، لانه زي ما هنشوف دلوقتي ده فيديو لشاب فلسطيني من غزه انتشر جدا على السوشيال ميديا من كتر ما هو برده مؤثر ومن كتر صدقه في حب مصر. تعالوا نشوف هو قال ايه. السلام عليكم، انا فلسطيني غزه ومن مدينه غزه. جيت هنا قبل الحرب بكم يوم وصارت الحرب وصرنا هنا من العالقين في الحرب، تمام، في جمهورية مصر العربية. طبعا حاب أوصل لكم من معلومة، يعني تمام، الشعب المصري شعب عظيم صراحة، يعني شعب يعني ما توقعش يكون في حدا في العالم كله بيحبنا قد الشعب المصري. شعب محترم وبيحترمنا، ويعني مواقف كتير بتثبت هذا الاشي، مواقف واضحة ومبينة، يعني انت بتحس فيها، انا كفلسطيني بحس فيها. اول ما يعرف اي شخص مصري يعرف انه انت من غزة من فلسطين، تحسه نفسه يشيلك فوق راسه، يعمل لك ايش في في ايده بدي يعمل لك صراحة. يعني بدي احكي لكم كم موقف صار معي هيك من الناس المصريين اللي هنا. طبعا احكي لكم بعض المواقف من مواقف كثيره صارت معي، كثير يعني صراحه. مثلا بروح عند كشفيه الدكتور، مثلا رايح دكتور وبدنا نتعالج، تمام، ندفع الكشفيه، بنمرق عند الدكتور بشوف لهجتنا مختلفه، بقول له انت من وين؟ بقول له من غزه. بيطلع من حاله برا وبيجيب الكشفيه وبيرجع، بقول لا، هذا قال واجب لاهل فلسطين. مثلا في الميكروباص يعرف انه انت فلسطيني، تحسه يعني شغلات كتير يعني صراحة. الشعب المصري يعني حب كبير، والله حب كبير. إن شاء الله ربنا هيك يروحنا على بلادنا بخير وسلامة، ونحكي لهم إيش صار معانا في مصر، ونحكي لهم عن عظمة الشعب المصري. بنحبكم جدا جدا جدا.